صباح الخير يا حلوين، النهاردة هناخد حرف جديد. هو حرف الغين. غ غ غين غ غ غين. تعالوا نتعرف أكتر على حرف الغين من خلال الأنشطة. أول نشاط عندي الكلمات اللي بتبدأ بحرف الغين. أنا عندي هنا مجموعة من الصور، عايزين نشوف ايه من الصور دي بيبتدي بحرف الغين. نفكر مع بعض. ايوه، غ غ غزاله، غ غ غزاله، غ غ غساله، غ غ غساله، غو غو غراب، غو غو غراب. نشوف النشاط اللي بعد كده. أصوات حرف الغين الأربعة: غا غي غو غ. غا عليها فتحة، غا عليها فتحة. غي تحتها كسرة. غو عليها ضمة، غو عليها ضمة. غ عليها سكون، غ سكون. انطق واختر الحرف المناسب. انا هنطق الصورة اللي عندي وهنشوف بتبتدي بأني صوت. اول صورة عندي صورة غراب، غو غو غراب. ها فكروا كده بتبتدي بأني صوت، غ ولا غي ولا غو ولا غ؟ غو غو غراب. ايوه بتبتدي بغو اللي عليها ضمه. تاني صوره، صوره غساله، غ غ غساله. بتبتدي بغ ولا غي ولا غو ولا غ؟ غ غ غساله. ايوه بتبتدي بغاء اللي عليها فتحة. وهكذا في باقي النشاط. النشاط اللي بعد كده: استمع وارسم دائرة في موضع حرف غين. اول صورة عندي صورة غصن. عايزين نركز ونشوف هنسمع فين صوت حرف الغين، في اول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا اخر الكلمة. غصن، غو صو ن، غو صو ن. سمعنا صوت حرف الغين فين؟ في اول الكلمه. وهكذا في باقي النشاط. طبعا احنا عارفين ان كل حرف عنده تلات اشكال. حرف الغين ممكن يجي في اول الكلمه زي كلمه غواص، غ غ غواص. ممكن يجي في وسط الكلمة زي كلمة ببغاء. ممكن يجي في آخر الكلمة زي كلمة صمغ. وتعالوا بقى نعرف ازاي هنكتب حرف الغين. هنا حرف الغين في أول الكلمة بشكله الصحيح، وحرف الغين في وسط الكلمة، وحرف الغين في أول الكلمة. حرف الغين بشكله الصحيح نصف دائرة صغيرة فوق السطر، وانزل نصف دائرة كبيرة تحت السطر وعليه النقطة بتاعته. ده حرف الغين بشكله الصحيح. حرف الغين في وسط الكلمة بيبقى شكله كده، وحرف الغين في أول الكلمة نصف دائرة صغيرة، ومد إيدي على السطر وعليه النقطة بتاعته. كده احنا عرفنا ازاي نكتب حرف الغين بأشكاله بشكله الصحيح وفي وسط الكلمة وفي أول الكلمة. نيجي بعد كده للتمرين، النشاط الأخير. رتب الحروف واكتب الكلمة. انا عندي هنا مجموعه حروف، كل حرف واقف لوحده، وانا عاوزه اكون كلمه. لازم اخلي الحروف دي
تقف وتمسك ايد بعض علشان نكون الكلمة. اول صورة عندي صورة غصن، غصن. اسمع صوت الحرف واكتبه على طول، غو غو غصن، غو غو. ها سمعت صوت حرف الايه؟ غو غو. ايوه حرف الغين، وهنكتب حرف الغين في اول الكلمة. غين بدأ بيها، تمسك الحروف اللي بعد كده، غو ص ص ص. ده صوت حرف الايه؟ ص ص. ايوه صوت حرف الصاد، بس الصاد هنكتبه كده بشكله الصحيح؟ لا طبعا هنكتبه بشكله في وسط الكلمة، هيبقى عامل كده غو ص ن. هنا سمعت صوت حرف الايه؟ ن. ايوه حرف النون، ويبقى بشكله الصحيح عشان في اخر الكلمة. غصن، غو غو غو. هنا حرف الغين عليه ضمة. وبكده احنا خلصنا وعرفنا نتعرف 107 و108، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجديد. باي باي يا حلوين.